شخصية زينب في مسلسل مختفي هي شخصية مركبة جدا، باقي ما يفهموهاش الناس يعني في الحلقات الأولى. أنا فني كنت كنقرأ السيناريو، هذه أكثر حاجة شدتني الشخصية وشدتني القصة، هي أنها مفهومش في الأول، ما كتفهمش في الأول، كتبقى تقول واش هذه، واش إنسانة ظريفة ولا بريئة، واش مذنبة، واش موراها شي حاجة. فهاد التساؤلات اللي كتطرح وانت كتفرج وكتكتشف الشخصية هي أكثر حاجة جذبتني، وكنتمنى أنها تعجب الجمهور. فرحت بزاف بالفيدباك ديال الناس، يعني وصلوني رسائل حب، وصلوني رسائل دعم، وناس عجبهم البروجي، عجبهم المسلسل. وأنا صراحة ما كنتش متوقعة بزاف هاد ردود الفعل في الحلقة الأولى، لأن الحلقة الأولى من كل مسلسل يعني كيكون إبيزود دانستالاسيون، يلاه كنفهموا الشخصيات، كنفهموا القصة علاش كتهضر. فهاد القضية ديال أن الناس يكون عندهم تفاعل من الحلقة الأولى، وأنا عارفة بحكم قراءتي للسيناريو أن كتبقى غادي القصة وكتزيان، يعني الحلقات المقبلة غادي يكونوا أحسن. فهذه شي حاجة اللي كتفرح. دابا إلا قلت لك هاد الجواب غادي نحرق لك شي حاجة، حيت دابا يلاه كنا كنقولوا باللي باقي ما غاديش نفهموا واش الشخصية شريرة ولا بريئة، فما نقدرش نجاوبك على هادشي. أوي اللي ما قادني فرحة، زعما الحمد لله كنظن أن هاد الفرحة ديالي يعني كانت قاسمة مع المغاربة كاملين، هو حلم يتحقق يعني بالنسبة لنا الحمد لله. شي بركة اللي واقفة معنا في هاد الوقت الأخرى في هاد شي ديال الكرة، جو تروف كو سا سباس تري تري بيان الحمد لله. لا منتخب يعني ديال الرجال ولا منتخب النسوي أيضا، فكنظن أن كل شي غادي في أمان الله إن شاء الله. يا رب تحفظنا وبقوا غادي بحال هكا من هنا 2030 ونزيدو نكملو موراه. وفات انا حسبت حوايج اخرين، بقيت كنقول شحال يكون في عمر ولادي من هنا المونديال، واش نديهم للتيران ولا ما نديهمش. ان شاء الله مكرهناش ان شاء الله منين يكتب. فهذه كانوا سولوني قبل ما نزوج على هذه القضيه الامومه، وقلت بان هذه شي حاجه اللي اكيد اي مره كتمناها، فمنين كيجي وقتها ومنين كيكتبها سيدي ربي راه كيرزقك ان شاء الله. المناظر كاملين يعني ما كانوا قاصحين يعني على العين ديال المغاربه كاملين، وعلى القلب ديال المغاربه كاملين. ولكن كانوا كيبان لي انا بلا اون باراليل، كانوا مناظر اللي كيفرحوا ويثلجون القلب، مناظر ديال التضامن، مناظر ديال التعاون، من يعني اللي عنده القليل واللي عنده الكثير واللي ما عندوش والكبير والصغير، كل شيء كيتعاون في هذا التلاحم وهذا الروح ديال المواطنه والروح ديال التعاون اللي بينوا عليها المغاربه. هي شي حاجه اللي كتخلينا نفتخر، ورغم يعني الفاجعه ورغم الحزن اللي عشنا، الا اننا كان فينا واحد الفخر، واحد ليموسيون زوينه بزاف، وفرحه بهاد المغاربه هاد. انا فاشله جدا في هاد المعاوده ديال الطرائف الكواليس، لاني كنلقى راسي الحاجه كانت كتضحك في الكواليس ملي كنعاودها ما كتبقاش تضحك فجاه، فما غاديش نحط راسي في هاد الموقف. انا ما مخبياش عائلتي يعني المقربه، سواء الزوج ديالي ولا الام ديالي اللي تايا لا تحب الظهور، فانا ما مخبياهمش، زعما ما نسدش عليهم ونخبيهم. حنا كنعيشوا في وسط ناس، في وسط مجتمع، كنخرجوا كنعيشوا حياتنا عادي يعني بدون تحفظات، فانا ما مخبياهمش، هما ما باغينش يبانوا. سي بلوتو سا. شكرا متابعين مجله غاليا، وشكرا على الدعم، شكرا على التتبع، ونتمنى ان شاء الله العمل الجديد والاعمال القادمه يكونوا عند حسن ظنكم.